ايه دي صباح الخير يا بابا. صباح الزفت. صباح الزفت يا حيوان. صباح الزفت. صباح الزفت يا حيوان. نهارك ابيض ان شاء الله. نهارك تين. يا بابا هو انا عملت حاجة ولا ايه؟ اوعى تكون النتيجة ظهرت. هي النتيجة. بابا صل على النبي. بابا والله العظيم انا هفهمك كل حاجة. اخرس يلا مش عايز اسمع صوت. الموضوع مش عشان النتيجة اساسا. ايه ده بجد يعني النتيجة لسه ما طلعتش؟ لا لسه. الف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله. امال ليه بقى بابا المشكله يعني؟ طالما المشكله بقى مش في النتيجه هتكون ايه المشكله؟ انا ولا هفهمك ولا زفت. انت تاخد بعضك وتنزل وما تجيليش البيت هنا غير بعد ماتش الاهلي والزمالك اللي هيشتغل النهارده. يعني انت يعني بتعمل كل ده عشان ما احفلش عليك لما تخسر؟ يعني كلمه زملكاوي ومتعود على الخساره يعني كده؟ ما تقولش بنخسر. امال اقول ايه؟ هتكسب سالب اتنين؟ يا ابني ما جاتش فيها هي. طب خد دي بقى. خد دي. يا ابن اللعيبه يا فاجر. احسن تستاهل عشان انت ما عندكش دم. قوم يلا امشي بقى بره البيت عشان انا مش عايز اشوف وشك النهارده. لا مش همشي وهقعد اتفرج على الماتش هنا. يبقى تتفرج على الماتش وانت ساكت ما تتكلمش. ازاي يا بابا؟ ده لازم طبعا لو جبت جون افرح واعمل هيصه وكده. لا مفيش الكلام ده. تتفرج على الماتش وانت ساكت كده. يبقى انت بقى بابا مش واثق من نفسك وعارف ان الاهلي هيجيب فيكوا جوان كتير. اهلي مين ده يا حبيبي اللي يجيب فينا جوان كتير؟ مين الاهلي ده؟ احنا عمرنا ما سمعنا عنه حتى في مجله ميكي. مين ده يابا اللي يجيب فينا جوان كتير؟ انت هتستهبل يالا ولا احنا بالنسبه لنا احنا كده كزمالك الاهلي ده ولا اي حاجه. هو ايه اللي ولا حاجه ده بابا؟ الاهلي ولا حاجه بالنسبه للزمالك. بابا انت اخر مره بابا كسبت الاهلي لما كان الحكم كان بيصفر بايده. بص بقى انت بتغلط ازاي دلوقتي؟ هو فين الغلط ده بابا؟ دي حقيقة ولا هي الحقيقة بتزعل؟ لا يا حبيبي الحقيقة مش بتزعل، بس خدها مني كلمة دي الأهلي هيكسب النهاردة. قصدي الزمالك هيكسب النهاردة. أهي أهي كلمة الحق اللي طلعت في الأول أهي. الأهلي اللي هيكسب النهاردة. لا 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 أنا عايزك تنسى إن الأهلي يكسبنا المرة دي، وأنا متأكد من كده. هاي قلت كده برضه المرة اللي فاتت وخسرت. ماشي يا عم اتريق براحتك يا عم. ماشي يا عم حقك يا عم. بص يا بابا من الاخر كده النادي الاهلي ده فوق. لا مش كده وبس، ده فوق فهمت؟ ولسه وفوق لفوق. الاهلي ده فوق يا بابا. احنا بنلعب فرقه عالميه زي البايرن ميونخ والحاجات الجامده دي. بايرن ميونخ يعني انت بتلعب نوير وليفاندوسكي وحاجات كده، هي حاجات جامده. لما انتوا ربنا يقويكوا بقى على اسمنت السيول. ماشي انا طالع بقى. اقول لك معلش استاذنك بس تنولني كده شوف بتاعي عشان امشي. قعدت اقول لك ما تجيش معايا عشان الاهلي ده فوق. شبشب اهو. هات. شكرا يا حبيبي. احسن تستاهل. مش مشكله. كل ده فدا النادي الاهلي. جمهور كبير جمهور عظيم والوقت جه نرد الهجوم. الولد بيحب النادي الاهلي اكتر من ابوه وامه. ولا السيف انا. ولا السيف انت عليا. يلا رد عليا. رد عليا. انت بتحبني انا يلا ولا النادي الاهلي يلا؟ انت ازاي تقول كده بابا؟ ازاي تقول كده؟ النادي الاهلي طبعا. والله العظيم يا ابني انا تربيتي دي ما طمرتش فيك يا ابني اقسم بالله. بهزر معاك يا بابا بهزر معاك. طب يلا حبيبي انزل بقى يلا بقى يلا اتفرج يلا على الماتش تحت. قلت لك خلاص بقى مش هحفل. لا معلش انزل اتفرج على الماتش تحت عشان ما ارتكبش جنايه دلوقتي. طب هات الفلوس اللي هقعد بيها على القهوه. امسك. بس ثانيه بس قبل ما تاخد الفلوس يعني خلي يعني يا ريت يعني يكون عندنا ايه روح رياضيه شويه. يعني لو انا كسبت لو الزمالك كسب انا يا عم ما احفلش عليك. مش هحفل عليك واقعد ايه اتريق عليك وكده. وانت برضه نفس الكلام لو الاهلي كسب ما تجيش برضه تحفل عليا كده وتقعد تضحك عليا وكده. لا 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 ما فيش الكلام ده. اصلك احنا لو كسبنا هحفل عليك وده مش حلو. لا ما تشغلش بالك انا عايزك تحفل عليا. ما تخلي عندنا روح رياضيه وبلاش تحفيل. كده يبقى انت خايف تخسر. مين ده اللي هيخسر يا حبيب قلبي؟ احنا هنكسب باذن الله والثقه في الله نجاح. لا انا بقول لك اهو لما اخسر حفل عليا. خلاص انت حر بقى انت اللي قلت اهو. هو فاضل قد ايه على الماتش كده؟ فاضل حوالي نص ساعه. يا لهوي ده ما فيش وقت انا اروح البس بسرعه وانزل. يلا يلا هتخسر. نفسي في نص الثقه اللي عند الزمالكاويه دي وربنا. يا لهوي فاضل نص ساعه والماتش يبدا. انا عايز الحق الكرسي اللي قدام الشاشه. لا هو فاضل نص ساعه. فين تيشيرت الاهلي؟ فين تيشيرت الاهلي؟ اهو. لا مش ده شورت. عايز التيشيرت.
التيشيرت الاهلي. يا جدعان ما حدش شاف التيشيرت الاهلي بتاعي فين؟ لا ما انا حطيت التيشيرت قدام باب الشقه عشان اللي رايح واللي جاي يمسح رجله فيه. It's the one and only Digo Double G. والله العظيم يا رب يا رب صبرني يا رب يا رب صبرني يا رب. انا عارف انا عامل حساب يا بابا. ماشي يا بابا انا عارف انك انت تعمل الحركه دي وعامل حساب يا بابا ومعايا تيشيرت تاني شايل الوقت الازمه اللي زي دي يا بابا. ماشي عادي جدا ولا اي حاجه. بس بص ما فيناش بنزعل بقى بابا ما فيناش بنزعل يا بابا وانت اللي بدأت. بس ما فيناش بنزعل يا بابا. ها خليك فاكر انت اللي بدأت. اقفل الباب وراك يا حبيبي وانت طالع. اقفل الباب وراك. ليه شايفني زملكاوي واقف قدامك عشان تقول لي اقفل الباب؟ ليه بواب انا ها؟ بواب؟ يغزي الشيطان واقفل الباب. لا لما ابقى زملكاوي بواب اقفل الباب. طب اطلع بره يا ابن البواب. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب الزمالك يكسب النهارده يا رب الاحسن. الاهلي لو كسب الولد ده مش هيحلني في التحفيل. 2 hours later. يا نهار اسود يا نهار اسود الاهلي كسب الاهلي كسب الولد مش هيحلني في التحفيل الولد مش هيحلني في التحفيل. لازم اقفل كل البيبان بتاعت الشقه. اي فتحه بقى الولد يخش منها بقى بيبان بقى شبابيك كل ده هيتقفل دلوقتي. يا رب ليه اللهم لا اعتراض يا رب ليه. ومفيش مره الزمالك يكسب. لما اقفل برضه الباب ده كمان عشان ولا برضه ما يعرفش يخش. بس تمام قوي كده تمام. والشباك اللي هناك ده كمان بس اقفل الباب ده كمان بسرعه. بس تمام اول كده. وريني بقى هتخش ازاي. افتح يا خسران افتح يا بابا يا زملكاوي خسران. انت قلت لك الاهلي فوق الاهلي فوق الاهلي فوق اللي فوق اللي فوق اللي فوق. ماشي يا خسران افتح يا بابا. وحياة امك ما انا فاتح. افتح يا بابا ما تخافش مش هحفل. افتح بس افتح بس يا كذاب. افتح بس افتح افتح بس. قلت لك مش هفتح يعني مش هفتح. وبعدين كمان انا قافل الباب بالمفتاح يعني انسى انك انت تفتح الباب ده. ما انت لو كنت بتشجع الاهلي زيي كان زماننا احنا الاثنين فرحانين دلوقتي وما كانش هيحصل كل ده. وانت مالك انت شجع مين بره عنك اساسا؟ ان شاء الله حتى شجع طلائع الجيش. انت مالك انت؟ طب افتح. طيب افتح. قلت لك مش هفتح. يعني ده اخر كلام عندك يا بابا؟ اخر كلام عندي. طب ماشي يا بابا ماشي ماشي. مش انت بقى مش عايز تفتح لي؟ لا الشباك ده ماشي. ايوه هو الشباك ده. ايه عكس فين انت فيها يا حازم؟ قعدت اقول لك سيبك من الزمالك مشجع الاهلي. ايه ده الله يخرب بيتك انت دخلت هنا ازاي؟ عيب عليك عامل زي اللهو الخفي. اهلاوي بقى نعمل ايه؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز احفر عليك شويه كده كمنك زملكاوي يعني وكده ولسه خسران ماتش من شويه. بقول لك ايه؟ سيبني بقى دلوقتي عشان انا متعصب ومش طايق نفسي وخلقي في مناخيري فسيبني بقى. ما هو انت اصلك لو كنت اهلاوي يا بابا كان زمانك فرحان زي كده. بقول لك ايه يا ابني؟ ابعد بعيد عني عشان ما ازعلكش وتلاشاني عشانك مش عشاني. لا بس بقول لك ايه؟ ايه رايك في الاجوان؟ انا قلت لك الاهلي فوق الاهلي فوق. يخرس يا ابني يخرس يا ابني عشان ما فيش ازعلك. اخرس. انا عذرك يا بابا والله والله العظيم انا عذرك. منك بتشجع فريق مش بيكسب يعني وكده فانا عذرك والله. طب تعالى يا بابا تعالى. And his name is John C. لك تلاشاني عشانك مش عشاني وانت برضو مصمم. طب واحده واحده يعني يا بابا مش كده يعني يا بابا. طب انت ايه طب اللي يرضيك طب وتخليك طب تفكني من الرابطه اللي انا فيها دي؟ والله انا يعني اللي يرضيني ويخليني احلك من الرابطه اللي انت فيها دي حاجه واحده بس. ايه هي وهنفذها؟ انك انت تقلب زملكاوي. ده على جثتي يا بابا. انت حلو قوي غلطت وكنت مستنيك تغلط.
بتعمل ايه يا بابا بتعمل ايه؟ This is Sparta! اشرف مش لو انا وانت كنا زملكاويه زي بعضينا وخسرنا عادي كنا احنا الاثنين هنتضايق ما كانش في حد فينا هيبقى فرحان وتوصل للمرحله اللي انت فيها دي انت حر بقى يا بابا بكره يا بابا حاني يا بابا بكره يا بابا الحانه بابا